اليوم عندنا عبد الله الخثعمي. عبد الله الخثعمي شخصية فعلا واجهت تحدي، خصوصا أنه كان يزاول حبه لتخصصه وموهبته وميوله للصيدلة، واضطر أنه يبدأ مرحلة جديدة بدون أي ضعف لمرحلة مستقبلية غيرت من حياته الكثير. طبعا ضيفنا الأستاذ عبد الله الخثعمي، أهلا وسهلا فيك عبد الله. الله يبقيكم. حياك الله. الله يبقيكم. عبد الله، اليوم اللي ياخذ بس كذا فكرة بسيطة عن قصتك أو يعرف بعض المعلومات عنك، يبغى يعرف الخلفيات اللي صارت لك وش صار لعبد الله من بداية حياته وتغييره اللي خلاه يحول من صيدلي لا تخصص ثاني. والله أنا بدأت قصتي بعد طبعا تخرجت من الثانوية ودرست دبلوم صيدلة وتخرجت فني صيدلة، واشتغلت في شركات أدوية، كنت مندوب أدوية ومسؤول عن مستودع أدوية وجرد أدوية وإسلام بضائع. وبدت المعاناة بعد الحادث، صار علي حادث بعد ما كنت مع ممكن حدود سنة ونص، صار علي حادث وصبت بشلل نصفي سفلي. فحقيقة صارت هذه نقطة صعبة، كانت في البداية صعبة جدا. سويت عملية جراحية في جدة وانتقلت إلى مركز تأهيلي برضه في جدة، بس كان النفسية مرة تعبانة وما قدرت أتقبل العلاج. سافرت برا المملكة ومضيت حوالي 6 أشهر هناك، سويت علاج طبيعي مكثف ورجعت هنا. الصدمة الثانية حقيقة أنه كانت وأنا هناك صار نزل تعييني رسمي في وزارة الصحة، لكن بحكم العلاج الطبيعي أنا ما قدرت أن أترك برنامج العلاج وأرجع إلى العمل إلى التعيين في وزارة الصحة. فرجعت هنا والشركة حقيقة ما قدرت أمارس عملي الأول كمندوب، فحولوني إلى عمل إداري في نفس الشركة. فدرست أثناء العمل، درست بكالوريوس موارد بشرية انتساب في جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك كان عندي عمل خاص اللي هو إشراف كمسوق مشرف في إحدى الشركات العقارية في الرياض هنا. واستمريت حوالي 5 سنوات على هذا النهج، ثم قدمت استقالتي في 2019 وطلعت برا المملكة. كنت أبغى أدرس ماجستير وأدرس لغة وماجستير، فدرست حوالي تقريبا 10 أشهر وجت الجائحة حقت كورونا واضطريت إني أرجع مرة ثانية للسعودية. نعم عبد الله، أنت وتتكلم تقول مريت بحالة نفسية يعني سيئة وصدمة كانت كبيرة بالنسبة لك يعني، وهذا أمر طبيعي، لكن السؤال الأهم اليوم أنت كيف قدرت تتجاوزها حتى إنه إحنا اليوم نقدمك ونفخر فيك كمثال يعني. والله الحقيقة هي كانت صدمة يعني قوية جدا يعني، فما كنت متقبل العلاج ولا حتى الزوار اللي يجون يزوروني ولا حتى أخواني أو أهلي، كان الوضع صعب جدا. لكن أنا تقبلت الموضوع هذا بحاجتين. أول شيء إنه هذا شيء قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، الإنسان لازم يؤمن بالقضاء والقدر. الشيء الثاني كان عندي إيمان إنه الشيء اللي أنا فقدته إني ممكن أعوضه في أشياء كثيرة. فمن هذا المنطلق قدرت إني أتجاوز هذا الأزمة وأعديها. وشلون عرفت يا عبد الله؟ كيف؟ وشلون عرفت إنك ما راح تقدر تمشي من أول وجديد؟ أثناء مراجعات المستشفيات وكذا كان كل الأطباء يقولون الوضع ما هو يعني، ما نقدر نقول لك إنه راح تمشي ولا نقدر نقول لك إنه ما راح تمشي، لكن كانت الضربة يعني كان عندي كدم على الحبل الشوكي، كسر العمود الفقري وكدم على الحبل الشوكي. وبعدها شو اسمه يعني، انا طلعت للعلاج ورجعت بعد ما رجعت حقيقه حاولت اني اندمج في المجتمع، ساعدوني حقيقه الاخوان والاهل والاقارب وحتى جماعتي لهم دور، حتى المجتمع لهم دور، زملائي في العمل لهم دور. جميل. يعني احيانا حتى وانا رايح في الدوام يوقفني واحد شخص يعطيني جرعه من الامل والتفاؤل. جميل. ويمشي في حاله. هذا المجتمع حقيقه له دور كامل، بدايه بالاسره ونهايه بالمجتمع. انا كنت راح اسالك مين الشخص اللي اليوم يعني يجي في بالك انه هو الشخص رقم واحد اللي يساعدك، لكن حديثك جميل لما تقول حتى المجتمع كان شريك. صحيح. نعم صحيح. هو الشخص اللي ساعدني كثير هو اخوي مهندس عود، كان له دور كبير من بداية الإصابة ومرافقتي أثناء العلاج، وإلى الآن له دور كبير. بالإضافة إلى إذا كان أنا وصلت إلى نجاح، فهو في زوجتي أم دانا لها، هي شريك برضو في النجاح. طيب عبد الله، شوف لما أنت تتكلم وتخبرنا عن المراحل اللي أنت رجعت بديت فيها ما شاء الله عليك، والآن يعني عبد الله الخثعمي ما يحتاج ما شاء الله نتكلم عن شغلك، نتكلم عن عملك، نتكلم عن البزنس الخاص فيك، وكفاية كمان شخصيتك اللي قاعدين نشوفها قدامنا. عبد الله أكيد في كذا لحظة ضعف حسيت فيها أو
خلينا نقول كسرت عبد الله بعد التغير اللي حصل له، خلينا نقول ما بين المرحلة الإصابة وما بين مرحلة البداية الجديدة لك، الموقف المؤلم اللي لا يمكن تنساه؟ حقيقة كان الموقف أنه للأسف بعض الأطباء كان يجي ويقول أنه مثلا أنت ما راح تمشي، يعني شيل الفكرة من راسك. وغير كذا أنه كان بعض الناس يعني ينظر لي بنظرة، أو حتى يجي يتكلم معي ويقول يعني أنت توك شباب وفي الوضع ذا إيش بتسوي، كيف بيكون أنت عندك أسرة، كيف بتكون، كيف بتعمل، كيف. فكان في ناس كثير حقيقة، كان في ناس، في أشخاص أحيانا هم بحسن نية لكنهم يأثرون فيه في يعني يصدموني بالكلام اللي قاعد يقولوا. كنت أنصدم يعني حقيقة، وكانت صدمة قوية. لكن الإيمان بالله يعني إنسان يمر بهذه المرحلة طبيعي، لكن صحيح. يؤمن بالله إنه هذا قضاء وقدر، ثم إنه في أشياء أنت ممكن تكتشفها في نفسك في ذاتك وتطورها وتتعوضك على الأشياء اللي أنت فقدتها. عارف وش الجميل عبد الله؟ طبعًا في الكلام اللي أنت قاعد تقوله، رغم الإحباطات اللي أنت تعرضت لها، رغم حتى حديث بعض الأطباء، أحيانًا بعض الأطباء يعني يكون صعب في نقل المعلومة، صحيح. قاسي نوعًا ما في نقلها، ومع ذلك وحتى كثرة المراجعات، الروحة للمستشفى، السفر للخارج للعلاج والعودة مرة أخرى، التعلق بأمل، كل هالمراحل هذه اليوم عبد الله تجاوزها وانطلق وأصبح رجل يمتلك مثلا عمل خاص فيه، رجل ناجح في المجتمع، احنا نفخر فيه اليوم كمثال مشرف. المرحلة اللي من خلالها قدرت تتجاوز وصار ما عاد يأثر فيك لا هالإحباط ولا كلام الناس اللي أحيانا قد يكون مثل ما تفضلت يعني فعلا. بحسن نية يعني قد يكون ناتج عن قلة وعي وإدراك وكذا، ممكن يمرر لك معلومة أو يقول لك كلمة هو يقصد فيها الخير ولكن ما عرف يقولها بالشكل الصحيح. متى الوقت اللي أنت حسيت أنه لا أنا خلاص الكلام هذا ما عاد يأثر فيني، أنا رجل ناجح ومنطلق، ما عاد يهمني سواء كنت أنا في حال أمشي أو ما أمشي؟ بعد ما رجعت لعملي هنا، بعد ما رجعت والشركة حطوني في عمل إداري، وبعد ما أنا بديت في عمل في بزنس خاص فيني واندمجت مع المجتمع، اندمجت مع الزملاء في العمل واندمجت مع أهلي ومع جماعتي، بدأت أني يعني أكتشف نفسي، وبدأت أنه ما صار تفرق معي، وأنه الكلام اللي يعني يجيني سلبي أنا ما ألقي له أي بال، أنا أكسب الأشياء الإيجابية والسلبية. ما عبد الله خلينا نوقف عند كلمة أكتشف نفسي، أنت هذه تقريبا يمكن ثاني مرة وثالث مرة تقولها من يوم بدينا حوار. الواحد أحيانا حتى يمكن توافقني محمد، صحيح. لما تجي ترى لحظة إحباط حتى تلاقي يرمي كل أدواته، ما عاد يبغى يفكر يسوي شيء جديد، حتى لو عنده قدرة لشيء معين ما عاد يبغى يخوضه من الإحباط اللي فيه. أنت كيف قدرت تقوم هالقومة بحيث أنه على قولك تكتشف نفسك؟ وش سويت؟ وش اللي ركزت فيه؟ كيف أنت تغيرت؟ الحديث بينك وبين نفسك كيف كان؟ الحديث أنه مثلا أنا يعني أنا أصبت بهذا المصاب، يعني كنت أثر على الناس اللي حولي في الوضع اللي أنا كنت فيه سيء نفسيا، كنت أثر على أهلي والناس اللي حولي كانوا يتأثرون، فأنا قاعد أني أثر على نفسي وعلى الناس اللي حولي. هل أؤمن ويعني أنقذ نفسي والناس اللي حولي، أو أني أبقى في المكان هذا؟ ما راح يتغير شيء، يعني أنا إذا بقيت زعلان وحزين ومكتب ولا أروح للعلاج فما راح يتغير، وش مستفيد؟ ما راح أستفيد شيء، لكن إذا أنطلقت هذا شيء إيجابي